انا مازلت نقرا وبغيت ندخل مجال التجاره في الانترنت. شي نصيحه؟ النصيحه هي زيد. وبزاف ديال الناس عاوتاني تيطيحوا في بعض الاغلاط هذه ديال الخدمه في الانترنت. غير تسمع الخدمه في الانترنت كيجيك نصيحه شي واحد يلا بدا في ايكوم، يلا بدا ايكوم لوكال. ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه، يعني انا ما كاينش شي حاجه اللي بنادم خصو يمشي يشري عليها كورس، او لا شي حاجه اللي خصو بنادم يبقى يمشي يبقى يتساءل. راه ملي كتبقى تساءل بزاف كتبقى حياتك كلها غير كتساءل، ما كدير حتى وزه. نوض تحرك. شنو هي نوض نتحرك؟ هي انا مثلا نقول انا ما بغاوش يوريونا، ما بغاوش يعطيونا، هاد الناس هادو يخبيو علينا. نوض ندير انا داك الشيء راسي، غنوض اسيدي نبدا غير. انا مازلت نقرا وبغيت ندخل مجال التجاره في الانترنت. شي نصيحه؟ النصيحه هي زيد قرا، وزيد قرا على المجال ديال التجاره في الانترنت ودخل ليها مزيان. الا كنتي مازال كتقرا عندك واحد لافونتاج كبير، زيد قرا عليها، زيد قلب في الانترنيت. تعلم تقرا، تعلم تقلب، دخل تعلم تقلب وبدا. راه ما كاين حتى شي مشكل، يعني راه كاع الامور دابا واضحه. راه مابقى عندي انا ما نقول، ومابقى عند الناس الاخرى ما تقول. كلشي كاين في اليوتيوب، كلشي كاين، كلشي موجود. ما بغيتيش اليوتيوب دخل جوجل. حتى دوك لي فوريم دابا اللي كانوا صعاب راه ما بقاوش دابا، دخل على اليوتيوب غتلقى كلشي باين، كلشي ساهل. ما عندك ما تشري، ما عندك ما، دخل تعلم وزيد طبق عليها شي حاجه ديالك نتايا. خويا نعاود لك كيفاش وصلت انا، راه عادي فهمتي. جدا ما عرفتش بالضبط شنو باغي تعرف، ولكن راه عادي. حتى انا واحد الانسان من الزيرو من التحت، تقاتلت في بزاف ديال المجالات ماشي غير مجال واحد. علاش دابا كاين اللي كيدوز يقول لي انت كتقول لينا جربوا كل شيء، وهي راه خصنا نشدوا في حاجه واحده الا بغينا نوصلوا. انا ما كنقولش لك شد في بزاف ديال الحوايج، كنقول لك جرب كل شيء الا ما كنتيش عارف. حيت انا دزت في واحد الوقيته ما بقيتش عارف راسي شنو باغي، فهمتي؟ ما عارفش راسي شنو باغي. يعني نقدر نقول لك خدمت اي باي، خدمت شوبيفاي، خدمت بزاف ديال المجالات، خدمت فايفر، خدمت اي حاجه خدمت فيها، اي حاجه تقطع لك شي فراشه في الارض خدمت فيها، خدمت في سيبر، خدمت بعت وشريت في المواد الغذائيه، اي حاجه طاحت لك في بالك. يعني درت بزاف ديال الحوايج. علاش؟ حيت ديك الوقيته انا ما كنتش عارف راسي شنو باغي. ملي كدير دوك بزاف ديال الحوايج كطيح في داكشي اللي بغيتي، ماشي كطيح في اللي بغيتي، كتبغي شي حاجه منه. تقدر تكون انت ما باغيش داكشي. مثلا الناس اللي كتعرفني عارفه اني كنت كنبغي الموسيقى، باغي ندير الموسيقى، كنتقاتل وكاع. درت واحد الاستوديو في الدار، وداك الاستوديو كنت خدام فيه وكنتقاتل، وجمعت بيه راس المال في البديه. من بعد لقيت راسي بلي راه حاجه اخرى خصني نبغيها، يعني الاستوديو راه ما غيوصلنيش لداكشي اللي بغيت. يقدر يوصلني لداكشي اللي بغيت في واحد الا بقيت غادي فيه، غادي غادي غادي، ولكن غياخذ لي واحد الوقت طويل بزاف، فهمتي؟ ماشي بحال شي حوايج اللي انا كنخصني نبغيهم صحه. هادشي اللي كنبغي نقول لك، يعني ماشي ضروري دير داكشي اللي بغيتي، ولكن بغي واحد الحاجه اللي غتنفعك، واحد الحاجه اللي تقدر توصلك. شنو هو الدومين ديالك اخويا؟ الدومين ديال اخويا هو التجاره اون جينيرال، ماشي غير التجاره اون، اي حاجه بغات تباع كنبيعها اخويا. هذا هو الدومين ديالي، هو الماركتينغ. وبزاف ديال الناس عاوتاني تيطيحوا في بعض الاغلاط هذه ديال الخدمه في الانترنت. غير تسمع الخدمه في الانترنت كيجيك تخيل الخدمه في الانترنت راه الفلوس، راه العاقه، راه ما كيفهمش المفهوم ديال الخدمه في الانترنت. الخدمه في الانترنت راه ماشي هي بالضبط، راه ماشي بالضروره اي باي. كما لحت ستوري ديال جي كارد على انه يعني حتى هو راه خدام في الانترنت. يعني الخدمه في الانترنت راه ما منغلقاش غير في اي باي، شوبيفاي، الفيسبوك، هذا اليوتيوب. لا، راه كاين بزاف ما يدار في الانترنت. راه مثلا ملي كنمشيو خصك انت تعرف راسك شنو بغيتي. واش بغيتي مثلا تكون عامل حر، اولا باغي تكون سالاري؟ حيت راه كاين دي سالاري خدامين في الانترنت، راه ماشي غير العمال الحرين. راه لي ديفلوبور كاينين سالاري، كاين ديفلوبور سالاري خدام حتى هو في الانترنت، كي ديفلوبي في الانترنت في بيسي، فهمتي كيفاش؟ دونك انت خصك تعرف راسك شنو بغيتي في الانترنت. حيت ملي كتشوف غير واحد، ملي كتكون من داك النوع اللي غير كيشوف مثلا سامع بايباي وانجي الايباي باش نخدم، لا، خصك تعرف شنو باغي انت، اش كدير، شنو هو ايباي بعدا. ماشي غنجي الايباي غير تكبوا عليا الفلوس. راه كاين كما قلت مليون واحد خدام في ايباي، راه فيهم غير واحد 600 ولا 500 اللي خدامين كيخدموا، والباقي راه غير كيدوز ويهرب، يدوز ويهرب، وكاين اللي ما كيدير فيه حتى وزه. يعني خصك تعرف انت شنو هو المفهوم اصلا ديال الخدمه في الانترنت. حيت الخدمه في الانترنت اولا الخدمه في ارض الواقع راه ما كاينش فرق. راه بحال قلنا دوك الناس اللي كانوا في ارض الواقع مثلا عندهم مجازات، الناس اللي
ارض الواقع كاين واحد سالاري وكاين واحد كاين واحد خدام حر ديال راسه بحال هكاك في الانترنت، كاين واحد سالاري وكاين واحد خدام ديال راسه. يعني دابا في الالفينات ولات بحال قلت الخدمه اللي في ارض الواقع تحولت للانترنت، صافي هادشي هذا هي الخدمه في الانترنت. يعني ما كاينش شي حاجه اللي خياليه اللي كتسمع الناس كتسمع الفلوس كتكبوا، لا راه ماشي شي حاجه اللي خياليه. راه ملي كتمشي لابونك هذيك اللي كتفتح لك اكونت في لابونك راها خدامه في الانترنت، حتى هي خدامه سالاريه في الانترنت. دونك انت خصك تعرف راسك شنو بغيتي، كيفاش التجاره الالكترونيه، واش كتشري وكتبيع او لا الدروب شيبينغ او لا السعودي في الخليج او لا المغرب. وضح لينا خويا. ماشي الدروب شيبينغ، لا ماشي دروب شيبينغ خويا. انا نعطيك ببساطه حاليا شنو، قبل نقدر نقول لك غير كنسوق المنتوجات، كنسوق لبعض اي واحد عنده شي حاجه بغى يسوق ليها تنسوق ليها، وكنت كندير خدمات في الانترنت. دابا شنو، انا نشرحها لك ببساطه باش ما تعذبش عقلك، باش ما يمشيش عقلك اي باي ولا دروب شيبينغ ولا سي او دي في كذا. عندنا خويا ستور، عندنا ستور في ارض الواقع، عندنا محل في ارض الواقع، داك المحل اولا عندنا واحد البيرو، داك البيرو فيه شي ماكن باش كنخدموا، دوك الماكن كنتجو بهم شي حوايج ياك كنبيعهم. عندنا ستور في الانترنت كنبيعهم في الانترنت بكل بساطه، ما كاينش شي حاجه خياليه. عندنا واحد المكتب كنتجو فيه شي حوايج، عندنا واحد ستور ديال، عندنا واحد الستور ديال البراند ديالنا ديال السميه، داكشي اللي كنتجو كنحطوه في داك ستور وكنصيفطوه للناس. كيجيونا طلبات من البحرين، من السعوديه، من هذا، كنمشيو كنعطيهم للشركات ديال النقل كنصيفطوا للناس داكشي اللي طلبوا. يعني بكل بساطه ما كاينش شي حاجه كبيره. حتى انت دابا بامكانك مثلا تمشي، الا كنتي كتقدر تنتج، ملي كنقصد ننتج راه ماشي كنقصد شي مصنع كبير كينتج، لا راه ما عرفت بحال اش نقول لك. بحال كنتي كتصاوب غير الديكوراسيون مثلا، عندك قراعي كتصايبهم كتزوقهم وكتحطهم في الانترنت، عندك شي ستور في الانترنت كتحطهم فيه وكيجيوك طلبات على داكشي اللي حطيتي وكتبيع، صافي. ماشي شي حاجه اللي خياليه، ماشي شي حاجه اللي تمشي تشري على قبلها كورس. اللي خصك تعلم شويه ديال كيفاش تروج، كيفاش انك تبيبلي، كيفاش انك تجيب المبيعات، صافي. ماشي شي حاجه اللي صعيبه، هادشي هذا كتقراه. وداكشي اللي تمشي مثلا تشريه ماشي 100% غادي يمشي معاك. علاش؟ حيت راه ماشي كلشي بحال، ماشي استراتيجي ديالي غنعطيها لك انت غتخدم، لا استراتيجي ديالي انا بوحدها خدام بها انا راسي، فهمتي؟ انت ملي غتمشي تتعلم وغتمشي تبقى تحط شويه بشويه كتولي انت كتبني واحد الاستراتيجي ديالك انت. خويا انا خصني غير راس المال ونبدا ان شاء الله. شوف راس المال تقاتل علو باش تجيبو هاد الهضره ديال خصني غير راس المال، وهذا راه كما شرحت كما قلت البارح ديال راس المال راه كيبقى هو العقل، ولكن راه كيخصك حيت ملي كيكون، علاش انا قلت للناس بزاف راه راس المال هو عقلك، ولا قلبتي بعقلك وتعلمتي، حيت ملي غتقلب وغتعمر عقلك وغتولي عندك ديك العقليه ديال المليونير اوتوماتيكمون غتعرف كيفاش تجيب راس المال، ما غتبقاش عندك داك المشكل، ما يبقاش عندك راس المال مشكل، لا بالعكس، حيت راس المال صافي عندك غتعرف تجيبو، غتمشي ما يبقاش عندك داك اللعيبه ديال لا ما نخدمش انا، غتقاتل غدير اي حاجه باش انك تجيب راس المال، اي حاجه اي حاجه، كندوي على اي حاجه نقيه ماشي اي حاجه موسخه، حيت كاين اي حاجه ماشي حتى لا اي حاجه، زعما غنمشي كاع الى الداعات بيا كاع الوقت نمشي ما عرفتش، هما كاع خدمات شريفه. يعني ما يمكنش لي نقول لك نمسح الطوابل نسيري الصبابط وداك الشيء، هادشي كله شريف، هادشي كله كيبقى خدمه. يعني مع كامل احتراماتي اللي كيسيري الصبابط، نمشي نسيري الصبابط نجمع راس المال عادي، غير الخايبه هي انني نبقى ديما نسيري الصبابط، اما الا كنت نسيري الصبابط نجمع راس المال نطلع به مزيان. المهم هو انك ملي غتكون عندك ديك العقليه ديال المليونير، العقليه ديال المليونير، ما غاتبقاش تسوق مثلا للناس لا هذا يشوفني لا شناهو انا، نمشي نسيري الصبابط الا جابش الوقت، نمشي نسيري الصبابط الا جابش عليا الوقت، نسيري الصبابط ونجمع راس المال ونجي نخدم عادي، ونحل شي شركه ديال اللي كيسيريو الصبابط ونقدم سيالو ونجيبو الناس. عندك تجربه في البورصه؟ ما نقول عندي تجربه في البورصه، لا ندويش معاك على لابورس، ما نقدرش ننصحك بشي حاجه في لابورس. اللي ننصحك هو بعد من الدراري اللي كيروجوا بسميت لابورس، اما لابورس كتانفيستي فيها عادي جدا، كتشري اسهم بانت لك شي سهم تايق فيه غادي يطلع، شي شركه خرجوا شي تقارير ديالها تايق فيها غتطلع، كتمشي كتانفيستي كتشري، فهمتي؟ ولكن كتشري كتانفيستي غير داك الفوتات ديالك، يعني
ماشي تمشي انفيستي مع الدراري اللي كيقول لك اجي تاخذ توصيات ولا هذا، لا تمشي انفيستي تقرا لابورس، تقرا على على كيفاش كتمشي الامور، وتمشي انفيستي مع راساتك. بحال سي اوني في الخليج، بحال سي اودي في الخليج، البيع والشراء في الانستغرام. شوف مادام انك دويتي على هذا، بحال دابا انا كنعرف شي دراري اولا شي بنات، والله حتى البنات، البنات اللي خدامين كثر في هذا الشيء، البنات ما كيبرزطوا راسهم خصني ستور، ما كيبرزطوا راسهم خصني، ماشي غير البنات صراحه، كاين حتى الدراري، بزاف الناس ما كيبرزطوا براسهم خصني ستور كيفاش نروج، ما كيبرزطوا راسهم بخصني خصني راس المال، ما كيبرزطوا راسهم كيفتحوا انستغرام، باج في انستغرام اولا باج في اولا غير لك غوب في الفيسبوك، كيجيبوا سلعه كيبيعوها بكل بساطه. يعني ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه، يعني انا ما كاينش شي حاجه اللي بنادم خصو يمشي يشري عليها كورس، اولا شي حاجه اللي خصو بنادم يبقى يمشي يبقى يتساءل. راه ملي كتبقى تساءل بزاف كتبقى حياتك كلها غير كتساءل، ما كدير حتى وزه، نوض تحرك. شنو هي نوض نتحرك؟ هي انا مثلا نقول انا ما بغاوش يوريونا، ما بغاوش يعطيونا، هاد الناس هادو شي يخبيو علينا، نوض ندير انا داكشي راسي، غنوض اسيدي نبدا غير في جروب فيسبوك، غنمشي نبدا نجيب غير السلعات، نبقى نحطهم في جروبات ديال الفيسبوك، فيسبوك غادي يبانيني واحد المده، غادي نصبر، غادي نمشي عاوتاني نعاود فيسبوك جديد، غنتقاتل، غنبدل الفي بي ان، غنفتح فيسبوك بسميه اخرى، بنمره اخرى، غنعاود نحط السلعه، غنبقى نبيع ونشري، غنبقى نبيع ونشري، شويه بشويه غيبقاو يبانوا لك البيبان كيتحلوا. حيت ملي تيقول لك تحرك تحرك وترزق، راه ملي كتحرك عاد كتولي تبان لك حاجه. اما شنو غنبدا بالجروبات في فيسبوك، او نصايب واحد الباج في الانستغرام، ونبقى ندير الفيسبوك ادس، انا ما كنعرفش كيفاش ندير فيسبوك ادس، ما كنعرفش كيفاش، غنمشي مرة الاولى غنتعلم، غنتفرج غير في اليوتيوب كيفاش مثلا كيفاش نروج لواحد التصويره حطيتها، او لواحد البروداكت حطيته، نهار الاول غادي نروج، نهار الثاني غيوليو يبانوا لك القوالب، الثالث الرابع الخامس، مده شهر غتلقى راسك ديفلوبيتي، واخا ما ربحتي حتى ريال ديفلوبيتي، عرفتي القوالب كيفاش. الشهر الثاني غتولي عاد ديك الساعه تدخل معاك القضيه ديال ستوري، الا بغيتي دير ستوري. اما انا قلت لك راه كاين بنات خدامين في الانستغرام كيجيبوا سلعه، وفي المغرب ماشي في شي دوله اخرى، في المغرب كيجيبوا سلعه غير من كازا، كيحطوها غير مواكن، هذا ماشي شي حاجه اللي كله وشنو شنو شنو كيعرف يبيع، كيجيب سلعه كيحطها كيدير النمره ديال الواتساب ديالو، كيوصلوا الطلبات كيبيع، عادية جدا، ما كاينش شي حاجة اللي صعيبة، ما كاينش شي حاجة اللي كتخلع، ما كاينش شي حاجة اللي خاصني عليها ندرس، ولا خاصني عليها نحضر محاضرة، ولا خاصني عليها محاضرات مزيانين تحضر، تمشي تلاقى مع ناس مزيان، تمشي دير المعارف مزيان، ولكن باش انني نبقى غير انا غير كنسول اشنو ندير، واشنو ندير، اشنو نعمل، واشنو هذا، وشنو واش بان لك في الدروب شيبينغ، اش بان لك في هذا، راه مليون واحد قال لك اش بان لي في الدروب شيبينغ، راه ما بقاش صافي انا نبقى نقول اش بان لي في الدروب شيبينغ. اش بان لك في الايكوميرس، راه صافي راه تهضر على الايكوميرس، راه بقى لك غير انت تنوض وتحرك، صافي نوض وتحرك. اما الا بقيتي شوف كاين، انا ما كنقولش لك ما تتبعش الناس الناجحه، تبع الناس الناجحه، ولكن الام احسن تبع الناس الناجحه وتنوض تخدم، اولا تبقى حياتك كامله كتبع الناس الناجحه، هي راك انت راك تزيدها نجاح، وهي كتنجح وانت باقي في بلاصتك، وكتسولها واشنو درتو في الدروب شيبينغ، شنو كاين، واش مازال خدام، واش مازال خدام الريسكين، واش مازال خدام كذا، فهمتي؟ يعني نوض غير تحرك، ملي كتنوض كتحرك كتولي كيوليو يبانو لك الثقبات منين تدوس العربية. وكيما دويت على الايكوميرس، على الخدمة في الانترنت، ما كملتش الهضرة. كيما قلت لك الخدمة في الانترنت خص على حساب انت دابا غتبقى تقلب، شنو بحال دابا ملي بارطاجي ديك ديال دي جي كاليد، قلت مثلا راه خدام في الانترنيت، ها شنو تيدير، بحال هكاك حتى نتايا غتشوف راسك شنو تقدر، حيت تعرف الفرق ما بين الانترنيت وما بين ارض الواقع. الارض الواقع مثلا عندي ستور، شنو تيخليني مثلا عندي محل في ارض الواقع، شنو الفرق ما بين ارض الواقع وما بين الانترنيت؟ ارض الواقع نقدر نبيع مثلا غير مع واحد 20 واحد كيدوز قدامي، 50 واحد. الانترنت الا فتحت فيه ستور، او الا درت فيه الانستغرام لذاك المحل اللي عندي، نقدر نوصل ل 100 200 300 400، ومن بعد يولي كبر البيزنس، من بعد نولي نجيب الناس نخدمهم عندي في الانترنت سالاري، نبقى نجيب دي سالاري يخدموا معايا في الانترنت، يبقى واحد يولي مثلا لي كوموند، واحد في سوندر دابيل يبقى يجاوب على الاتصالات، يعني غيوليو هما يقدموا لي دوك الخدمات الصغرى في الانترنت. بحال هكا الانترنت كيوصلك للملايين ديال الناس، المئات الالاف ديال الناس، ارض الواقع كتبقى تبيع غير مع الناس اللي حداك، والناس اللي كيدوزوا مره مره. كيدوخوني لي كومونتير، سيف هندير سيف ان شاء الله، هنصوف غاردي. بيع وشرا في الانستغرام في دبي اخويا ماشي مزيان ديال بصح، والناس كتشري هنايا، ماشي
والناس العقليه اللي عندهم هنا في دبي تيعجبوني بزاف. كاين يعني كل شيء مبلي بديك اللعيبه ديال الماكله كيتقداها من لابليكاسيون. يريزيرفي على شي حاجه من لابليكاسيون، اي حاجه تيخدم عندهم ديك الثقافه ديال الشراء من الانترنت باش كيشريو، عندهم الثقافه بزاف كاع بزاف. واللي بغى يبيع انا في دبي كنصحو بالحوايج، كاين الحوايج كتمشى، واللي بقى كاين بزاف ديال الحوايج قلب راسك. ما يمكنش نقول لك حيت نقول هذه غيولي يسولوني اها وهذه وهذه وهذه، قلب غتلقى كاين بزاف ما يتفع. كوكو كوكو توصل من المغرب الى الخليج ما عنديش على فكره، ما عرفتش عرفت كاين شركات كيوصلوا، كاين شركات ولكن ما نقدر نصحك بحتى شي شركه، ما نقدرش نقول لك شنو دير زعما اين شركات تمشي معاها ولا. المهم كاين شركات، كاين امكانيه انك توصل من المغرب للخارج، وهذه حاجه باينه. شنو كنت كنقول على الخدمه في الانترنت؟ هذا قلت لك هذا هو الفرق ما بين ارض الواقع وما بين الانترنت. يعني اي واحد دابا يقدر مثلا يمشي يسول راسو انا شنو عندي، انا شنو هي مثلا. انا نقدر نقول لك في البدايه ديالي بحال هكا كنت ملي قلت جربت بزاف ديال الحوايج واحد الوقيته قلت هذا ريح، انت جربتي دابا بزاف، انت شنو كتعرف دير، انت اشنو تقدر دير، انت شنو الحاجه اللي تقدر شنو هي المهاره اللي عندك. كنشوف المهارات اللي عندي، المهاره اللي عندي الا ما كانت عندي حتى مهاره كنتعلم، الا كانت عندي شي مهاره مثلا عندي مهاره الموسيقى ناقصاني واحد الحاجه باش نبيع اللي هي الماركتينغ، كنمشي كنتعلم المهاره ديال الماركتينغ باش انني نلصق داكشي، باش في بلاصه ما انني نمشي نخدم عند واحد كان كومبوزي اولا كذا، لا انا ندير داكشي لراسي، انا ديفلوبر كندير ديفلوبمون في بلاصه ما انني نبقى نديفلوبي عند شي شركه شي واحد وهذا يبدا يخلصني في الشهر. وهي ماشي عيب، هي راه عادي، انا غير كندوي على اللي بغى يخدم العمل ديال راسو حر، في بلاصه ما نمشي انني نخدم عند واحد نديفلوبي راسي، نشوف المهاره اللي عندي. عندي مهاره ديال ديفلوبمون اوكي، شنو غيخصها باش نبدا نبيع؟ خصني نتعلم المهاره ديال البيع، المهاره ديال البيع اولا المهاره ديال نتعلم نبقى نجيب لي مارشي بزاف ديال الحوايج، غنبقى نتعلم ونزيد صافي. المهاره ديالك كتزيد عليها مهارات اخرين ثانويه وكتمشي مزيان. هذا هو الانترنت، يعني ماشي بالضروره الاي باي، ماشي بالضروره شوبيفاي، ماشي بالضروره بزاف، كاين بزاف ديال الحوايج كما قلت لك، كنتي كتكومبوزي كدير المونتاج، كنتي كدير الديزاين، كنتي كان عندك غير مع الفوتوشوب، كنتي كديفلوبي، كنتي بزاف ديال الحوايج تقدر تخدمهم على الانترنت. يعني خصك تشوف انت المهاره اللي عندك، والا ما عندك حتى شي مهاره حاول تكتسب شي مهاره. كيفاش كتوصل السلعه من دبي لاي دوله اخرى في الخليج؟ كاين اخويا شركات بزاف هنايا باش كتوصل السلعه، بالخصوص الا كنتي خدام في دبي، الا كنتي خدام على البحرين ولا على العمان، على كاين الدول المجاوره حتى السعوديه، المهم على حسب انت البلاصه اللي باغي تخدم فيها. الا بغيتي راه غير الامارات راه اللهم بارك راه كاين بزاف، اما الا بغيتي تخدم على البحرين وكذا كاين شركات عطا الله. شوف هنا كاين المنافسه كثير، كاين شركات بزاف كما قلت، راه ما غنقولش السميه ديال الشركه بالضبط ديال التوصيل، ولكن راه كاين بزاف. راه ملي تجي ملي تبغي مثلا تجي تخدم ولا ملي تبغي دير شي حاجه هنايا، راه غير غادي تجي راه غتلقى شركات بزاف، تقدر كاع انت دير الا سهل الله وكبرتي شويه راه غدير داكشي ديالك، ولكن كاين شركات بزاف باش انك توصل. البحرين كتخدم غير مع الشركات ديال، كاين شركات غير ديال الطيران كاع راه رخاص باش انك كتوصل، ماشي شي حاجه اللي شنو تقدر تنصح واحد يلا خدا ليسونس في الفينونس وكيقلب على خدمه في الانترنت؟ كتقلب اخويا راه خصنا اللي يخدم في الانترنت، ولكن شنو كتقلب؟ بحالاش كتقلب على خدمه في الانترنت؟ بحالاش كتقلب؟ ما فهمتش كيفاش كتقلب على خدمه في الانترنت. تقلب على خدمه في الانترنت، قرا خويا الفينونس اخويا، راه كاين ناس بزاف خدامين هنا، كاينين ناس فايفر دايرين هاد البلانات نيت ديال التريدينغ، تقدر دير التحاليل ديالك وكتبيعهم، كتبقى تفينونسي لي مارشي. الا كنتي قريتي الفينونس زعما عندك مع المارشي شويه وهذا، راه كاين ناس فايفر خدامين هادشي هذا. وكانت تقريبا فايفر شي 2016 2017 هو فاش خدمت مزيان، هو فاش جبت راس المال. المهم في هذاك البيريود ديك الساعات كانت المشكله باش تطلع الحساب، باش كنت مثلا كدير الميكساج كدير المونتاج باش كنطلع الحساب، كاين بزاف ديال القوالب بالحق الليغال غير قان، دابا ما عرفتش واش مازال ولا لا،
كتفتح اكونتات اخرين، مثلا كدير واحد اربعه ولا خمسه ديال لي زاكونت، وكتشري من عند راسك، كتبقى تشري من عند راسك بزاف، وكتدير لي ريفيو لراسك مزيان، كتبقى تعطي لي ريفيو مزيانين على راسك باكونتات اخرين، وكيولي يطلع الحساب ديالك هو الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، المهم كتولي تربح شويه النجوم وكتبقى تطلع هكا باش كيجيوك الخدمات. هاد القوال بعدا هما باش كنخدم اي واحد فايفر، وما كاينش شي حاجه من غير هادشي هذا، وهادشي باش كنخدمين الناس بزاف فايفر. دابا واش باقين؟ ما عرفتش اخويا واش باقي ولا ما باقيش. لي كومونتير كيطلعوا تقال ولا كيجيو نصيحه شي واحد يلاه بدا في ايكوم، يلاه بدا ايكوم لوكال، طور اخويا البيزنس ديالك، بقى غادي اخويا وكتطور في البيزنس ديالك، ما تبقاش في بلاصتك وانفيستي شويه، خسر شويه الفلوس الربح اللي كيدخلك، ما تمشيش تبقى تخسروا في شي حاجه اخرى، حاول تخسروا في في, في البيزنس ديالك الا كان كيدخل لك، حاول تخسروا. ونصيحه اللي كنصح بها اي واحد، قرا، زيد قرا عليه مزيان، زيد تعلم فيه مزيان، زيد تعلم له كل مره، حيت هو فيه ثغرات بزاف، كل مره زيد تعلم الحاجه، كل مره زيد تعلم، كل مره زيد قلب، كل مره زيد قلب، وطور البيزنس، ما تبقاش في بلاصتك، ما تزقرمش، ما ديرش ديك اللعيبه ديال لا وصافي خدام بخير دابا، حيت لك انت اليوم كدير مثلا 50 مبيعه 60 مبيعه في النهار وغادي بها ديما، الا كنتي دوزتي عام وكل نهار كدير 60 مبيعه وشتي راسك مازال ما طلعتيش، عارف راسك راه غيجي واحد النهار وغطيح دغيا، يعني حاول تبقى غادي وكتطلع، حاول تبقى تطور في البيزنس ديالك بحال اش كنقص تطور. ما تخليش راسك غير بوحدك، حاول تجيب معك ناس، حرك معك ناس اخرين، حاول تزيد تكبر البيزنس ديالك، حيت متاكد 100% انك غتكون كدوخ الا بداو تيجيوك مبيعات بزاف، الا ما بقاش تعرف كيفاش تريكلي الامور بوحدك، حاول تجيب معك ناس اخرين، حاول تكبر البيزنس، فكر بعيد شويه، فكر انك فكر في واحد الهدف اللي كبير، انك غتكبر البيزنس، انها يكونوا فيها خدامه بزاف، انك غدير واحد البراند اللي كبيره، غتمشي غتردها كبيره، ديك الايكوم اللي البراند اللي خدام بها صغيره غتكبرها بحال هكا. فكر، وانا ما نعرف، انا هذا هو التفكير ديالي، ما نحملش نبقى في بلاصتي، حيت الا بقيت في بلاصتي غيجي واحد النهار غنهبط، غيجي ويعفطوا عليا غنهبط. ديما فكر انك تكبر البيزنس ديالك وانفيستي في البيزنس ديالك. الله يبارك فيك اخويا. اشنو اكبر نجاح؟ اشنو اكبر نجاح حققتي في حياتك اخي يونس؟ دابا المشكل هو ما كيكونش اكبر نجاح، بحال دابا كيكون واحد الحاجه كتبان لك كبيره، ولكن ملي كتوصل لها ما كتبقاش تبان، كتولي تضرب من موراها عاوتاني، يعني ما كاينش الصراحه شي نقدر نقول لك اكبر نجاح هو انني وصلت الحريه الماليه ديالي، صافي ما بقاش عندي داك التفكير غير في الفلوس. في الاول كان عندي التفكير غير في الفلوس، كان عندي اي واحد كيدوز من هذه المرحله هذه ديال انه كيبغي يدير غير الفلوس، صافي كيولي يفكر غير في الفلوس، كيولي يخاف من انني شي نهار نجي مثلا ما نلقى من هذا، كيجي كيوليو بزاف يراودوك بزاف ديال الافكار سيئه سلبيه في راسك، ديال لا خايف هادي شي نهار يجي ما نلقاش فين نسكن، شي نهار يجي ما نلقاش، صافي ان فوا كتوصل داك الشيء ما كيبقاش يهمك، ما كتبقاش خدام على الفلوس، صافي كتبقى خدام يا اما خدام باش انك تزيد تنجح، يا اما باش نزيد نحقق هذاك الاكبر نجاح في حياتي، واخا هو ما كاينش حاجه سميتها اكبر نجاح حيت كاين بزاف ديال النجاحات، ويا اما كتبقى صافي كتهبط، كتبقى راضي بداكشي اللي عندك وكتمشي. المهم اكبر نجاح صراحه مازال ما حققتوش وصعيب يتحقق، يعني مازال صعيب، غادي نقدر نقول لك حتى لواحد 2040 2050.